السلام عليكم. هنبتدي نستكمل محاضرات الويفز، وكنا بدأنا وحصلنا على معادلة الموجة الويف ايكويشن، وجبنا قيمة الويف ايكويشن ان التغير في الواي بيبقى تغير في الاكس والتي وبيساوي a ساين كي اكس ماينس اوميجا تي. ده في حالة ان انا بدأ الموجة من اقل قيمة ليها. لو انا عايزة اجيب سرعة الموجة في اتجاه الواي الفي واي، معروف ان السرعة بتساوي تفاضل المسافة بالنسبة للزمن، يعني تفاضل الواي دي بالنسبة للزمن. لما اجي افاضل a ساين كي اكس ماينس اوميجا تي بالنسبة للتايم، هتبقى قيمة المعادلة دي تفاضل الساين بكوساين مع تفاضل اللي داخل القوس اللي هو بالنسبة للتي، طبعا ده بصفر، يبقى ده سالب اوميجا. افاضل بس اللي بالنسبة للتي، تي دي اس واحد، لما تنقص الاس واحد هتبقى اس صفر، يبقى هتبقى سالب اوميجا فقط. يبقى ال VY هتساوي سالب أوميجا A كوساين كي إكس ماينس أوميجا T. طب لو جبت ال acceleration العجلة في اتجاه Y، هتساوي التفاضل التاني لل Y، التفاضل التاني للمسافة، أو ممكن أقول تفاضل السرعة بالنسبة للزمن. يبقى سالب أوميجا A كوساين كي إكس ماينس أوميجا T بالنسبة للتايم، هتبقى سالب أوميجا في ال A وتفاضل الكوساين بسالب ساين كي اكس ماينس اوميجا تي، والتفاضل اللي داخل القوس هيبقى سالب اوميجا فقط. يبقى لو حسبت ده كله هيبقى في هنا سالب وسالب، 3 سالب، يبقى هيفضل سالب اوميجا سكوير اوميجا في اوميجا اوميجا سكوير اي ساين كي اكس ماينس اوميجا تي. دي سرعة وعجلة الموجة في اتجاه واي. عايزين ندرس الطاقة او الشد اللي بيبقى في موجة بتمشي في حبل، او الشد اللي هيبقى في الحبل لو انا اعتبرت ان في موجة بتمشي فيه، اللي هي مثال الترانسفيرس ويف اللي هي الموجة المستعرضة. لو انا اعتبرت ان في شخص هنا بدأ الحركة، ففي موجة هتمشي في الحبل ده، هو ماسك حبل والحبل ده مربوط في الطرف الاخر، وهو بدأ من هنا حركة موجية. الحركة الموجة هتبتدي تمشي طالعة نازلة طالعة نازلة لحد ما توصل لهنا، يحصل لها دامبنج أو ترجع على حسب. مهم الموجة دي وهي ماشية هتبتدي يحصل ايه للحبل ده؟ الحبل ده هيرتفع لأعلى، يبقى الشد في الحبل هنا بأقصى قيمة ليه، وبعدين أول ما يوصل الشد لأقصى قيمة ليه هتبتدي الموجة تنزل تاني، أو الحبل ينزل لتحت ويطلع تاني لحد ما يوصل الشد فيه لأعلى قيمة فيه، وبعدين ينزل تاني وهكذا. تعالوا ندرس الحكاية. الحبل اهو لما بيوصل لقمة الموجة بيبقى الشد فيه أعلى قيمة، لأن هنا الشد في الحبل من الطرفين تي وتي. التي دي لازم أحللها لمركبتين، هنرجع هنا نعمل شوية ميكانيكس. الشد هنا لازم احلله لمركبتين تي كوساين ثيتا وتي ساين ثيتا، تي كوساين ثيتا وتي ساين ثيتا. طيب القيمة او طول الحبل اللي مشدود اللي هو الحتة دي كده اللي هي بتساوي 2 ثيتا، لان ده ايه جزء من ارك كده او منحنى. التو ثيتا بتساوي دي اكس على ار، الطول ده مقسوم على نص القطر، او الطول ده على نص القطر بيساوي قيمة الزاوية دي اللي هي المفروض لو دي سيتا ودي سيتا يبقى دي 2 سيتا هتساوي دي اكس باي ار. دي اكس ده طول الجزء الحبل اللي مشدود هنا، ده الجزء الارك ده منحنى ده، والار ده نص قطر الكيرفيتشر او نص قطر الدايرة اللي متاخد منها الكيرف ده. طيب الشد في الحبل بقى في الحالتين هيبقى ايه؟ الشد هنا هيبقى المركبتين دول تي كوساين ثيتا وتي كوساين ثيتا نفس القيمة في اتجاهات مختلفة عكس بعض، يبقى اذا تي كوساين ثيتا الناحية دي هيلاشي ده، هيتبقى لي ان الشد في الحبل هيساوي مجموع تي ساين ثيتا زائد تي ساين ثيتا، يعني 2 تي ساين ثيتا. وبما ان انا اعتبر ان الزاوية دي صغيرة جدا لدرجة ان ساين ثيتا اقدر اقول ان هي بتساوي ثيتا،
يبقى اقدر اقول ان الشد في الحبل تي ار هيساوي 2 2 تي ساين ثيتا، واحد ده اتنين هما في نفس الاتجاه، تي ساين ثيتا زائد تي ساين ثيتا يبقى 2 تي ساين ثيتا، وشلت الساين ثيتا حطيتها بثيتا على اعتبار ان الزاوية صغيرة جدا، فساين ثيتا بتساوي ثيتا، هتبقى 2 تي ساين ثيتا هخليها 2 تي ثيتا. طب انا عندي الاتنين ثيتا اصلا بدي اكس باي دي ار، او اقول مثلا ان الثيتا بتساوي دي اكس باي 2 ار، اشيل الثيتا دي واحط مكانها دي اكس باي 2 ار، يتبقى لي الاتنين تي دي، او اقول ان الاتنين ثيتا بيساوي دي اكس باي دي ار على طول. يبقى اذا الشد في الحبل في الحالة دي لما بيوصل الموجة لأعلى قمة بتساوي تي في دي اكس باي دي ار باي ار. دي اكس ده طول الحبل الارك اللي مشدود ده، والار نص القطر، والتي الشد في الحبل. من الميكانيكس برضو خدنا ان الشد في الحبل بيساوي السنتريبتال فورس، ما يكون في عندي قوة طرد لازم تكون، المثال بتاع لو انت راكب في الملاهي لازم يكون الشد في الحبل بيساوي قوة الطرد المركزية، قوة الطرد اف سي هتساوي تي ار. السنتريبتال فورس ام بي سكوير على ار، ده القانون بتاعها، والتي ار احنا لسه مطلعينها تي في دي اكس باي ار. الام هنا بقى اصلا ده المفروض الكتلة بتاعة الارك ده، كتلته. طب انا عينها ازاي كتلة الحتة دي من الحبل؟ هتساوي ميو في الدلتا اكس. يعني ايه ميو في دلتا اكس؟ الميو هي الماس بير يونت لينث. انا عندي الحبل ده مصنوع من ماده معينه، حبل مصنوع من كتان، من حبل مصنوع من نحاس، ايا كان الحبل ده الخامه اللي مصنوع منها ايه، ليها رو او ليها ميو اللي هي الكثافه بتاعتها، كل طول وحده طول فيها كتله قد ايه، وحده الطول الواحده فيها كتله قد ايه. ولما انا ابقى عارفه وحده الطول مثلا 1 سنتي كتلته 2 جرام، يبقى انا عارفة ان لو خدت حب 100 متر من الحبل ده هبقى عارفة كتلته قد ايه، لو خدت منه 10 متر هبقى عارفة كتلته قد ايه. يبقى الميو اللي هي الماس بير يونت لينث هي الكتلة في وحدة الأطوال. يبقى أنا عندي الماس بتاع الحتة دي هيساوي ميو في الدلتا اكس، الدلتا اكس هو طول الحتة دي 10 سنتي مثلا، هتبقى مضروبة في الميو، 5 سنتي هتبقى مضروبة في الميو، وحدة الطول السنتي الواحد عارفة انه كتلته مثلا 5 جرام، يبقى انا لو عندي 5 سنتي هيبقى 5 سنتي في ال5 جرام يبقى 25 جرام. هشيل الام واحط ميو في الدلتا اكس، بي سكوير على ار هتساوي تي في الدلتا اكس على ار زي ما هي. يبقى ميو في ال v سكوير دي اكس باي دي ار دي هي دي، وبالتالي ميو هيتبقى لي هنا ميو في ال v سكوير هتساوي تي. يبقى معنى كده ان ال v سكوير هتساوي تي على ميو، او ال v هتساوي جذر تي على ميو، وال v هي احنا عارفين ان هي من الميكانيكس ان هي السرعة، يبقى ال v هتساوي تي على ميو، يعني سرعة تحرك الموجة في الحبل هتساوي جذر التربيع على الشد في الحبل على مقسوم على الماس بير يونت لينث بتاع الحبل. يعني لو كل ما يزيد الشد في الحبل، هنا في بينهم علاقة طردية، كل ما يزيد الشد في الحبل كل ما تزيد سرعة الموجة، كل ما يزيد كتلة الحبل كل ما تقل سرعة الموجة. نلاحظ ده في الأوتار بتاعة الآلات الموسيقية، بيشد الحبل ألاقي الصوت بيبقى أرفع. ليه؟ لأن الموجة اللي بتمشي في الحبل بتكون الموجة بتكون أسرع، وبالتالي أنا بحس إن الصوت الفريكوانسي V بتساوي لامدا في F، فالفريكوانسي بتزيد فأنا بحس إن الصوت بقى أرفع. لو الام دي معناها ان كتلة بعض المواد اللي لو عملت منها الاوتار دي هلاقي الصوت بقى اتخن، لان كتلة
اليونت لينث بتاعتها ماس بير يونت لينث بتاعتها كبيرة، كتلتها كبيرة، المادة بتبقى تخينة شوية، أو بمعنى أصح كثافتها عالية قوي. الواحد سنتي منها كتلته كبيرة، فالمواد دي لو أنا عملت منها الحبال دي أو الأوتار دي تديني سرعة، خلي سرعة الموجة صغيرة، وبالتالي الصوت بيبقى إيه، أو الفريكوانسي بتزيد والصوت بيبقى أضخم. يبقى دي معادلة مهمة جدا، إن ال V بتساوي جذر T باي ميو. تي الشد في الحبل، كل ما الحبل ده هيبقى مشدود كل ما الموجة هتتحرك فيه أسرع. نتيجة طبعا إن لما تبقى مشدودة البارتكلز بتاعتها بتبقى عندها استعداد إن هي تتحرك أسرع، لأن هي بعيدة عن بعضها. لكن لما تكون قريبة من بعضها، على بال ما موجة تخبط ذرة، قصدي تخبط ذرة تانية، ففي بيضيع طاقة في النص، في إن هي الذرات بتخبط في بعضها. الميو طبعا لما يكون الكتلة كبيرة، يعني عدد الذرات كبير، فبالتالي حركة الموجة بتبقى على بال ما الذرات برضو تخبط في بعضها، الموجة بتحصل لها دامبنج أو بتموت قبل ما توصل للطرف. المعادلات دي مهمة واستنتاجاتها مهمة، يا ريت تذاكروها. وأنا مقسمة محاضرات الويفز محاضرات صغيرة جدا علشان ناخد بالنا من المعادلات دي، لأن هي كلها معادلات، وكلها معادلات مهمة، ويا ريت نذاكرها كويس علشان هي لن يخلو منها الامتحان. وإن شاء الله بالتوفيق، وربنا معاكم بإذن الله. السلام عليكم.